ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، صباح العسل على عيونكم. بصوا حبايبي، بعد ما فطرنا انا ما ايه ما رضيتش اصوركم الفطار، لان هو فول وطعميه، انتوا زهقتوا من الفول والطعميه. فبعد ما فطرنا بقى وكده، وبعلي بيلبس هو امير عشان ينزلوا يروحوا يصلوا، فايه اول حاجه بعملها ولا حته فحم كده، ده فحم سريع الاشتعال، تولعيه حاجه بسيطه كده، وعشان ما يطولش معاكي على البوتاجاز. انا ما هو خلاص كده انا هدفع عليه واحطه قدام المروحه، ما فيش اقل من دقيقه يولع نار خالص، وبعدين نحطه في المبخره بتاعتنا. يلا بينا نشوف. بصوا خلاص، شوفوا انا حطاها على شبكه اهو قصاد المروحه، شايفين؟ وانا ما يعني ما قعدتهاش على النار، ما فيش 5 دقايق، لو فضلنا سايبينها على النار مش هتقوي، يعني هتقعد حبه كتير جدا، برده ما هتبقاش كده. هي ما فيش 5 دقايق على النار، وفي الاخر حطيها كده قدام المروحه، شوفوا كلها بقت نار ازاي. نزلها بقى كده في المبخرة بتاعتك، بصوا خلاص اهو. انا بقى احط عليها ايه، في ملح اسمه ملح مال، يعني بيجي ملح بتقرأي عليه اي قرآن وتقلبي فيه كده بخور، وفي حاجة اسمها 7 حبات ومش عارفة ايه، حاجات من عند العطار. المهم يعني بتجيبي الملح قري عليه قرآن كده وحبة بخور. طبعا انا همشي بس عشان السرير والحاجات دي. يلا بصي بقى حبيبتي، انت اللي ترقي بيتك بنفسك، انت اللي ترقي ولادك، انت اللي تحافظي على بيتك بنفسك، حتى مش محتاجه ان تقول حد يرقيني او انت، طبعا ده من عند ربنا. فانا هو حبه ملح تلفيهم كده، تاخدي دي كده تلفي بيها بالشقه كلها، وتقراي كل اعوذ برب الفلق، تقراي ايه الكرسي، وتوقعي يعني ايه حبه ملح. بصي حبه ملح صغيرين خالص كده في الركان، اي ركن عندك في البيت، مفيش ساعتين وكنسي بالمكنسه كده وخليه زي الفل، وتلفي بيه في الشقه كلها، وتقراي قران، تقراي سوره الفاتحه، تقراي قران اعوذ برب الفلق. اولا طاقه ايجابيه حلوه، وكمان لما تقراي قران في بيتك حلو طبعا. فايه يلا بينا كده ايه نصلي على النبي ونمشي نلف في الشقه. يلا بصوا بقى حبايبي، تعالوا ايه نخش نعمل الغدا مع بعض. احنا نعمل كده غدا سريع سريع سريع، عشان ايه ورانا حبه حاجات النهارده عايزين نعملها. فدي الفرخه اللي انا جايباها معاكم في فيديو المشتريات، وهنعملها كده في صينيه مع البطاطس، بس مش هنعمل حاجه تانية. فاحنا هنجيب كده ايه، ده بصل، ده بصل انا فرماه كده مع معلقه ثوم برده مفروم. ثواني بصوا، ده بصل انا فرماه مع معلقه ثوم مفروم، هنحط البصل هنا، وده البهارات بتاعتها، ده ملح وفلفل وبابريكا وكاري، بس كتري كاري، وارفع على جنزبيل وشطه بس، وهنحط عليها كده ايه حبه زيت، معلقه زيت واحده بس، ومعلقه صلصه واحده بس. نزلتي بس اهو. بصي بقى انا هعملها بايدي بقى، لان مفيش جراب مفيش فايه، معلش بقى استحملوا. ممكن تحطي دبس رمان، صوص، اي حاجه، بس انا ايه مستعجله النهارده وهعملها كده ايه بلدي، هعملها بالطريقه البلدي بتاعتنا. خلاص اهو قلبت كله ببعضه. هتجيبي الفراخ تفتحي كده بين الجلد عشان توصل لكل ايه الطعم. خلاص اهو حطينا واحده اهو، الثانيه، بصوا الصدر انا ما بحبش اقطعه، ليه؟ بحس ان لما بيتقطع بيكش، ممكن انت تقطعيه بقى تقسميه، بس انا ما بحبش. تدخلي كده بين الجلد وبين الفراخ، تبليها كده برضو من جوه، تبلنا الفراخ كويس جدا اهو.
هننزل برضو بالكبد والقوانص. يعني هي طريقة سريعة شوية. بقى عليها بالبطاطس ثانية واحدة. هنقطع بقى كده عليها البطاطس، بنقطع عليها البطاطس تخينة شوية عشان تستوى، يعني عشان ايه تستوى ايه. ما تخافوش، هي كده كده الفراخ هتستوى بسرعة، لان هي في صينية، مش الفراخ لما بتسلقيهاش بتاخد بتستوى اسرع. ممكن ما تضيفيش بطاطس يعني، بس انا ايه ضايفة بطاطسيتين كده بس، يعني اكله مع الاكل. نضيفنا البصل قدام، ممكن تضيفي برضو بصلايه تقطعيها كده حلقات زي البصل، بس خلاص انا استكفيت بالبصلايه اللي انا حطاها في الاول، فكده خلاص بقى. وهننزل بقى بالطماطم والفلفل الاخضر. كده كده كله هيشرب من بعضه، كده كده اما يغلي كله هيشرب من بعضه. بصي بقى، انت عندك بقى ايه، ان انت ممكن تدخليها كده في الفرن على طول، يعني هو اهو خلاص احنا عملناها كده، هنضيف عليها بس كوبايه ميه واحده. كده كده الفراخ هتنزل ميتها والبطاطس هتنزل ميتها، بس انا هضيف عليها كوبايه ميه واحده. ممكن انت بقى تغطيها كده بورق فويل وتدخليها الفرن على طول، وهتستوى وهتبقى زي العسل. بس انا هعمل ايه بقى عشان ايه اسرع، انا هحطها على عين البوتاجاز شويه تغلي تستوى نص سوا، وفي الاخر ادخلها الفرن. يلا بينا بقى نحطها على البوتاجاز على طول، نولع عليها ولما تستوى نص سوا ندخلها الفرن. نحطها كده بقى ايه تستوى، وبعدين في الاخر ندخلها الفرن. بصوا حبايبي استوت، يعني يعتبر تلات ارباع سوا كمان. هنقلبها كده بقى، خلاص اهو ندخلها بقى الفرن كده، مفيش 5 دقايق تحت، وفي الاخر نشغل عليها الشوايه. خلاص يا حبايبي حطينا الغدا، شوفوا صينيه البطاطس طلعت اهي، البطاطس ما اتهلتش ولا حاجه ومستويه حلوه اهو، وزي ما هي ماسكه نفسها وزي الفل، وفي نفس الوقت الفراخ برده مستويه جدا. فايه جربوها، سهله قوي وسريعه قوي. بصوا وخلصنا الاكل، يلا بقى اللي ما اتغداش يروح يتغدى بالف هنا على قلبكم يا رب. يلا بينا تعالوا نتغدى سوا. اتفضلوا معانا يا جماعه، النهارده الجمعه بقى، التخصص هنا اقول النهارده الجمعه. شغلتك على المدفع ايه؟ جمعه. تعالوا اتفضلوا اتغدوا معانا. تعالوا كلوا بلاش احنا. بصوا طبعا بقى بعد الغدا انا كنت قمت زوقت، عملت التورتايتين دول، بس انا ما جبت لهمش في الروتين عشان الروتين ما يطولش عليكم قوي. هنزل لكم الفيديو بكره باذن الله، اللي متشوق بقى يعرف طريقتهم يكتب لي في الكومنتات. دي تورته بارده كده على البارد كده، سهله جدا وبجد حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله، ان شاء الله يعجبكم.
خلاص بقى يلا بقى ايه، احنا خلاص اتغطينا وعملنا الحلو وحلينا، تعالوا نقعد بقى جو شاعري كده فوق على السطح. يلا اللي متشجع يطلع معايا فوق على السطح يطلع. يلا بس تشجعي انتي وقومي خلصي اللي وراكي وقومي اتغدي واعملي حاجه حلوه لاولادك او لاخواتك او لبيتك او لجوزك او لاي حد، اعملي حاجه حلوه لنفسك. يلا بينا يلا بينا نشوف هنكمل اليوم ازاي. تعالوا بقى حبايبي نقعد مع بعض، تعالوا بقى نقعد مع بعض على السطح. عمنا علي اهو، امسك يا عم علي، تعالوا اقعدوا معانا يا جماعه. عمنا علي شوف القطن حواليه ازاي، انا هعمل له عقاب يطلع مره يلمي القطن ده. خلاص اهو شوف لك شكرتان والعلي لهم، ما انا عايز اطلع لامه بكره الصبح ان شاء الله. تعالوا بقى اشربوا معانا شاي. القعده دي بقى يا جماعه ما مثلا الساعه 11 12 بالليل كده، يا سلام. ده بنحب نسهر هنا بصراحه، او نقعد هنا، بنطلع هنا من المغرب. هاتي عنك، هدي هناك. مين بيحب اللب ده يا جماعة؟ أنا بموت في اللب ده، وأنا بحب اللب ده أوي. تعالوا بقى اشربوا معانا الشاي. بس اسمعوا معانا اللب، تعالوا اسهروا معانا، السطح واسع اهو. تعالوا والله العظيم بص هيشيل من... أنا أحب الجوافة الجامدة الناشفة. نعم يا علي. انت بقول لهم بحب الجوافه الجامده عشان لو حد اجى يزورني يجيب لي جامده. اللي يجي يزور علي يبقى يجيب جوافه جامده. اه بلح وجوافه. انا اللي يجي يزورني يبقى يجيب لي لب السوري من ده يا جماعه، معلش بعد اذنكم عشان انا بحبه. ماشي؟ يلا تعالوا اسهروا معايا. ماشي بقى، مالهاش لا في الشاي ولا في الجوافه. لب. انا هقعد ازاز اللب بقى لحد ما اليوم يخلص وابوي يوجعني وانام. بصوا بقى حبايبي، انا حبيت اختم لكم الفيديو من دايما المنظر اللي انتوا بتحبوه، بس للاسف طبعا خلاص الليل نزل بقى وما فيش حاجه باينه. بس المشكله بس هو انا شايفه ان المنظر حلو، منظر مريح طبعا للاعصاب والقعده فوق كده هاديه. ربنا يا رب يسعدكم ويريح لكم نفسيتكم يا رب كده، وتبقوا مبسوطين وسعداء وتعيشوا كده في رضا يا رب من عند ربنا. ربنا يا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. انا اسفه ان انا طولت عليكم الفيديو، بس يا رب الفيديو يعجبكم ورب يبقى اليوم بتاعي حلو وتكونوا استفدتوا منه حاجه زي ما انا بستفاد من كل حد، وكل كومنت بيكتب لي انا بستفاد منه. يلا بقى تصبحوا على خير، باي باي.